الآن راح نجي إنه شنو اللي بالمانوسكريبت يجعلها ريجكتد وشنو اللي يكون نوفره إحنا. جيد، خلينا نشوف شنو اللي قد يكون هو خطأ. اللي قد يكون هو خطأ إنه أول نقطة إنه أنا أرسلت بحثي المجلة هي مو مناظرة أو مو مساوية للبحث اللي أني نوع البحث اللي أنا راسلة إلها. إذا ينبغي إيش أسوي؟ ينبغي أن أجد الحل لهذا الخطأ، ينبغي أن أجد مجلة مناسبة، وهذه المجلة هي ضمن تنشر بحوث ضمن حقل المعرفة اللي أنا بحثي قائم عليه. هذا أول شيء. بعد قد يكون هنالك نقص في الأوريجيناليتي أو النوفلتي أو السيجنيفيكانت. يعني الأوريجيناليتي شنو؟ أو النوفلتي أو السيجنيفيكانت، يعني هنالك نقص في الأوريجيناليتي اللي هو هذا البحث انت قد تكون ناشره في مجله اخرى وما ما ما مستوفي حق الـ 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 الاخلاقيات البحثيه لكي يتم نشره في مجله ثانيه، بالتالي ينبغي ان يكون هنالك نتائج جديده. جاي تلاحظون يعني هذا مو اوريجيناليتي، الاوريجيناليتي انه انت اوريدي ناشره في مجله اخرى وما بي تغيير، فهذا مو اوريجيناليتي او يكون لاك بالاوريجيناليتي. النوفلتي اشرت لها والسيجنيفيكانت ايضا اشرت لها. اذا الحل مالته شنو هذا الليك او اللاك؟ شنو الحل مالته اللي هو قد يؤدي الى ريجكشن؟ ينبغي ان اني اتاكد من نتائجي انه هي اول شيء جنرالايزابل وبراكتيكال او كلينيكال او ثيوريتيكال امبليكيشن، بها تاثير علمي او بها قيمه علميه عاليه هاي النتائج، وبالتالي ممكن ان تعتبر significant result. بالتالي راح شنو؟ راح ابتعد عن او اسوي avoided لل rejection بجانب lack of novelty or significant. بعد شنو اكو عندنا ايضا؟ عندنا ايضا قد يكون هنالك نقص في الديزاين لهذه التجربه او لهذا البحث او لهذه الدراسه، او يكون هنالك تركيبة خاطئة لأسئلة البحث. بالتالي ماذا يكون هنا؟ ينبغي أن طبعا وين تكون المشكلة هنا؟ الستادي ديزاين من يكون عندك ضعف أو يكون عندك تركيبة العامة للكوستشن هي غير صحيحة، هذا ما عملت أنت literature review adequate literature review and all appropriate literature review to get good knowledge. إذن ينبغي أن تعمل literature review وتختار based methodology أو تعمل على اختيار معايير صحيحة أو تتعلم أو تجد research question وتعمل مطابقة إلها. واضح؟ إذن هذا كله وين؟ هذا بالliterature review. لذلك نجد إحنا طالب الماستر أو البي اتش دي أو بالتركيز البي اتش دي أول نقطة يطلبوها من عند السوبرفايزر يقول له روح سوي انشر بحث literature review ما لا تقل عن 100 reference ضمن هذا التوبيك. يروح هذا بعد شنو يشتغل على هالاساس هذا، قد يكون systematic review او الى اخره. بالتالي ايش صار عنده؟ صار عنده good knowledge عن literature review، عن research design، عن research question and so on. بعد شنو اكو عندنا؟ قد يكون هنالك poor بالwriting او organization. ايش نقصد هنا بالwriting اللي هي الجرامر الستايل مو؟ اما ايش نقصد بالاورجنايزيشن اللي هو الكلاريتي اوف برزنتيشن. اذا ينبغي ان ايش يتبع؟ ينبغي ان يتبع الاميرات فورمات حتى شي يحصل على ستراكشر صحيح. جيد. بعد قد تكون هناك مشكله باللغه او السبيلينج او ميسنج وورد، فلازم شي يسوي بهاي الحاله؟ اول شيء يتجنب الكلمات اللي هي غير مفهومه على السياق، يعني ما يجيب كلمات مبهمه غير دارجه في هذا العلم، وكذلك ان يكتب بشكل simplify concise and precise، وان يستخدم واحد من التولز اذا كان هو مو نيتف ما كان نيتف سبيكر، يكون يستخدم واحد من التولز اللي هي تعمل على grammar check and spell check and الى اخره، مثل بعض التولز اللي هي grammarly و authenticate، يعني كثير من البرامج اللي ممكن جينجر وايت سموك، هذه كلها هي تولز تعمل على عمل تشيك لل رايتنج او اللانجويج اند سبيلنج ايشو. بعد قد يكون هنالك مشكله بالبرزنتيشن،
poorly presented visual element. مثل ايش؟ يعني ينبغي ان يكون الفيجرز والتيبلز والايمج والجرافز كلهن هن labeled numbered بهن كابشن عنوان بهن رقم تسلسلي وكون يكون واضحات يتمتعن بدقة عالية بألوان صحيحة. هذه هي البريزنتد فيجوال اليمنت، لان الفيجوال اليمنت منه هن الجرافز التيبلز الفيجرز البارز وهكذا. بعد شنو اكو عندنا؟ قد يكون هنالك مشكلة بعملية الاستلال، هذه مشكلة يعني بإخلاقيات البحث العلمي، ينبغي أن نسوي avoid plagiarism. لازم شلون نسوي avoid plagiarism؟ لازم نتبع الإيثيكال Publishing Guideline. جيد، بعد قد يكون هنالك لم يعني اكو خطوات بعملية السبمشن ما اتبعتها أني، بالتالي صار عندي مشكلة وين؟ بعملية السبمشن، وكان عامل من أو أحد العوامل اللي من خلالها رفض البحث اللي خاص بي. إذا ينبغي على أساس ذلك أني قبل لا أقع بهذا المطب ينبغي أن إيش أسوي؟ ينبغي أن أعمل على قراءة وفهم واتباع كل التعليمات اللي موجودة لعملية إرسال البحث واللي سبق وأنا أشرت لها. بعد أكو عندنا بعد معلومات أخرى، قد يكون incomplete statistics ذكرتها قبل شوية. إذا ينبغي أن تتأكد أنت من استخدامك ل correct statistical analysis method لطرق تحليل عددية وإحصائية صحيحة. ينبغي أن تعمل describe in details لهذه الطرق، وبالتالي أن تعمل على reported، يمكن تعمل ضمن statistical للb value للr value وإلى آخره من بارامترات أنت مطلع من خلالها أو مستند عليها النتائج مالتك بال statistical method. بعد شنو عندنا من أمور أخرى؟ عملية ال over interpretation of result أخذناها قبل شوية، وقد هما تكون بعض الأحيان repeated information and data هو قد يكون عامل من عوامل rejection. شلون يعني؟ عكسه شنو أسوي؟ أول نقطة ينبغي أنت أن شنو avoid drawing conclusion اللي هي شنو؟ يعني أنت لا تجي تحكي فد شيء بالconclusion أنت ما مسوي فوق بالنتائج. لذلك يقول لك الconclusion مالتك ينبغي أن يكون شنو؟ ينبغي أن يكون supporting شنو؟ supporting result supporting material، يعني تشير للsections اللي بعدها اللي تابعة إلها. من تقول إنه نتائجي كانت جدا ممتازة أو أفضل من فلان نتائج أو أفضل مما سبق، تعال عدد لي السبق وبقارن لي بيناتهم، يعني قارن لي بشكل بسيط concise and precise. يعني سوي support لهذا الادعاء مالتك اللي تقول انا افضل شيء لحد الان حققت هاي النتائج. كذلك اذا عندك information او data هي مو ما تصب بمحور البحث مالتك، لا تخليها بال هذا راح يكون over interpretation of result، لا تخليها بالبحث مالتك لانه زيادة كان نقصان. كذلك عملية الـ acknowledge للـ limitation هاي مهمة جدا، يعني إذا كان عندك محددات بالبحث ينبغي أن تذكرها لأن هاي مهمة جدا، قد يعتمدها الـ قد تكون هي واحدة من العوامل اللي قد تخلصك من أكثر من إضافة أمور أخرى قد يطلبها من عندك الـ reviewer، أو بنفس الوقت قد تكون هي عامل جذب وعامل إيجابي للي راح يجون بعدك. تمام نكمل. إذن هذا أخذناه. أيضا هنا قد يكون هنالك sub optimal، يعني instrument مستلزمات أو متطلبات التجربة أو غيرها أنت أو التجربة أو الطريقة كانت غير مناسبة أو غير مثالية، كأنه استخدمت سنسرات very cheap أو النويز مالتهم قوي أو إلى آخره. إذن يحتاج أن تسوي describe the method in sufficient details
حتى الريدر يكون could repeat the study if desired، قد يعيد هاي التجربة. يعني ليش احنا قلنا literature review؟ ارجع للliterature review، اروح اختار design study صحيح. شوف هنا ايش ده يقول لك، describe the methods in sufficient details. قد هذا الريدر بعد شيشه قد هو يحتاج ان يعيد هاي التجربة اذا مناسبة، ياخذ تجربتك يعيدها. In case of standard methodology or instrumentation, cite relevant previous studies. يعني انت مثلا تاخذ instrument او تاخذ theory او تاخذ فد variables او الى اخره من معايير لعمل التجربه من previous work سوينهن cited. وكذلك قد يكون عندك survey sheet, questionnaire, observation، وضحها هاي بصوره كامله. بعد قد يكون السامبل اللي اشرنا له انه غير جيد، او انت البيزد اللي مستخدمهم دول هم مو ريليتد للانفايرمنت اللي تحتاجها، فبالتالي يحتاج ان شنو؟ يحتاج ان تعمل تشيك للببلش ليترشر ريفيو حتى توجد شنو؟ اكسبتنس سامبل سايز للستديز مالتك وسيميلر الك. كذلك ينبغي ان شنو؟ ينبغي ان يحتوي على انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا كليرلي، يعني ينبغي ان تشير للمعايير اللي ضمنتها بهذا العمل مالتك باختيار السامبل، والمعايير اللي استبعدتها بالناس اللي انت ما خليتهم ضمن هذا السامبل اللي عملت عليه بحثك. وقد تكون insufficient problem statement اللي اشرنا لها. طبعا هاي علاجها شلون يكون؟ انه انت لازم موضح اهداف البحث مالتك بصوره مفصله بالابستراكت، وكذلك بشكل عام في بدايه المانوسكريبت على التنوين يكون الاهداف موضحه، اما بالابستراكت او ضروري توضح وين؟ توضح بالانترودكشن. كذلك الكونكلوجن مالتك ينبغي ان شنو تكون؟ مدعومه بالهايبوثيسز، بالبروبلم، بالاوبجيكتيف، يعني يكون كونكتنج، يكون تسوي انسر للكويشن بالكونكلوجن حتى تكون شنو؟ سبورتنج انفورميشن. بعد قد يكون هناك inaccurate أو inconsistent data reported. هاي البيانات اللي أنت عملت لها أو هاي التقارير أو هاي البيانات اللي تسويت لها استعراض هي قد تكون غير كفوءة أو غير مناسبة أو غير متجانسة، بالتالي يحتاج أن تتأكد من ال consistency اللي هو التناسق أو التجانس بين similar data reported in different parts in your manuscript. مثلا عندك الابستراكت، التكست ريزلت، الفيجر، لازم تكون شنو؟ اكو كونسستنسي بيناتهم. بعد قد يكون هنالك انكلوجن واكسكلوجن كرايتيريا ايضا، فهذه كلها كنت تخليها في بالك عندما تيجي تذكر الديتا وتسوي لها ريبورتد بالمانوسكريبت الخاصه بيك. كذلك قد يكون incomplete and inaccurate element منو؟ للريسيرش، اللي هي وين؟ الـ previous research اللي هم الـ literature review. لذلك ينبغي أن تعمل cite للـ relevant recently published literature وتترك شنو؟ الـ outdated references، لأنه شو تشير هاي؟ poorly on your knowledge of the study، لأنه أنت إذا كان أكو development مستمر والسلوب مرتفع لهذا الفيلد، بالتالي أنت إذا بعدك على references قديمة راح شو يكون؟ يقولون هذا ما عنده knowledge جيدة. هاي نقطة مهمة أيضا تخليها في بالك. بعد هذا اللي هو خاص بمن؟ إنه ماذا نعمل عندما يكون عندنا هيك مشاكل؟